والنهاردة هنبدأ سورة جديدة اسمها سورة الأنفال، وهي السورة رقم 8 في ترتيب المصحف، وعدد آيات هذه السورة 75 آية، وهي سورة مدنية. والسورة دي اشتملت على ذكر الجهاد والغنيمة والأسرة وأحكام القتال، وبينت أن الأصل في الإسلام السلام، لكن لو حد بدأنا بالقتال فلازم نرد عليه ونكون جاهزين للرد. والأنفال يعني الغنائم اللي بتكون بعد الحرب لما ننتصر على العدو، ودي اسم السورة الكريمة. صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسألوه عن كل كبيرة وصغيرة في حياتهم علشان تكون حياتهم موافقة لما أمر به رب العالمين. ومن الأسئلة اللي ذكرها القرآن الكريم سؤالهم عن الغنائم، مين أحق بها بعد تحقيق النصر وهزيمة الأعداء؟ قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والآية دي الكريمة لها قصة، تعالوا نتعرف عليها. في 17 رمضان سنة 2 هجرية قامت حرب بين المسلمين والمشركين، وربنا أكرم المسلمين ونصرهم في الحرب دي وهزم المشركين وفروا من أرض المعركة. والغزوة دي معروفة في التاريخ الإسلامي باسم غزوة بدر الكبرى. وبعد ما المشركين انهزموا وفروا من أمام المسلمين، تركوا وراهم غنائم كثيرة، منها سلاح زي السيوف والرماح، ومنها خيول وحاجات تانية كتيرة. وبعد ما انتهت الحرب المسلمين انقسموا ثلاث فرق: فرقة طاردت المشركين علشان ما يرجعوش تاني، وفرقة أحاطت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحميه، وفرقة جمعت غنائم الحرب. وبعدين الفرق الثلاثة اختلفوا في أمر الغنائم مين الأحق بها، الفرقة اللي طردت المشركين ولا الفرقة اللي أحاطت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحميه، ولا الفرقة اللي جمعت الغنائم؟ يعملوا إيه في الموضوع ده؟ طبعاً يروحوا يسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم الغنائم وأصلح ذات بينهم وأمرهم بتقوى الله ونبههم إلى صفات المؤمنين. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.